الناس قعدت تقعد برضه تبدا الاستيميشن يعني يقولوا كون على كذا وعلى كذا وعلى كذا. كتبنا الكلام ده وقعدوا دخلوهم يقولوا بس هو ده هم لسه ماسكين الفرق. قلت ايه العقبه؟ قعدوا يقولوا الله. فالناس اتحركت ولقيت فعلا تغير من الكلام بتاعهم. يعني لو كان حد قال مثلا ان ارتفاع الكهربي مثلا في التيبل ديت متر ونص وهو واقف من بعيد من غير انترنشن الناس ما بتعرفش يعني صح؟ اللي هو بيتحركوا فاهم؟ لو انت واقف من بعيد كويس؟ قلنا عليه متر ونص. لما الناس عملت انترنشن وبدا فعلا يخش كده بصوا لها ايه؟ لا ما بتعرفش 1.5 قربت من السقف بقت تبص كده. لا ده الستيش مش 3 مترز مثلا، لا 3.5 مترز. فالموضوع بتاع الانتراكشن فرق كتير. فرق من الموضوع ده استشفينا حاجه. هو احنا قارنا ما بين مثلا الناس اللي قابلت في الحقيقه والناس اللي قابلت في الفي ار هنقدر نعرف الناس شايفه الاستيميشن بتاعهم اكبر ولا اقل. وفي نفس الوقت لو قارنا ما بين الفي ار والفي ار انتراكشن هنعرف ان في الانتراكشن ايه؟ ازاي؟ فانا شفت الريزلتس بتاعتنا دي من ضمن الناس اللي كانوا عمالين يلفوا واحد عمال يعمل كده في الفريزر واللي عمل حاجه جميله جدا فكانت قصه قويه جدا بس ناس مصر. لما الناس كانوا وراهم في الاخر خالص كان لنا ناس وعملنا برضه الموضوع اللي هو ايه؟ يطلع مطار ويشوف الاوضه ويلبس مطار تاني ويبقى عنده فرصه يزور الكاميرا اللي هو حتى لو مصر. دي شمس الاوضه الحقيقيه شمس الحسني وديت الاوضه اللي احنا عاملينها 3-1-1 اعتقد نسبه الفرق فيها كانت 5000 فالموضوع معمول صح 100%. الفرق اللي عندنا الوحيد انت هتشوف ايه؟ الفاينلز اللي عندنا تتوقعوا يعني خلينا بس نفكر مع بعضنا كده الاوضه الحقيقيه الناس عملت اوفر استيميشن يعني قلت على متر في 3 متر وانا عملت اندر استيميشن فقلت على متر ونص متر. انا هعمل دلوقتي يعني مثلا كان الجول بعضين يقول لك احنا ايه الناس كم واحد شايف الناس عملت اوفر استيميشن. طب كويس بس ده كده طيب عندنا كم واحد شايف الناس عملت اندر استيميشن؟ ما شاء الله ما شاء الله طيب يا جماعه عندنا صوت الناس عملت اوفر استيميشن 16% اوفر استيميشن الناس قالوا في الحياه يعني مثلا حاجه 1 متر الناس قالت عليه 1.16 متر. طيب هنسال السؤال الثاني بالنسبه للفيرتشوال جروب الناس عملت اوفر استيميشن ولا عملت اندر استيميشن؟ هنعمل الناس اللي واقفه على اوفر استيميشن الناس اللي واقفه مع اوفر استيميشن ما شاء الله الناس عملت اوفر استيميشن 21.4% طيب حلو الناس اتقلبت دلوقتي الناس عملت اوفر استيميشن ازاي بس بالنسبه لنا لو احنا خدنا الاقل هنا كانوا عاملين اوفر استيميشن 21.4% انما هنا اوفر استيميشن عشان كان 18 بيقول لك بتوع اكسل بي محتاجين انت فاهم بتوع اكسل بي محتاجين انت فاهم تو اكسل بوي ماشي تعالى بقى مكمل بتاعك كده يعني هي عندها دور بس عشان هو اصلا عنده مشكله الناس اللي هي عندها مشكله الناس اللي هي اوفر سيز يعني فاحنا مشكله خلاص وبعد كده كنا بنروح بنجيبها عشان نعرف الفي ار بس اللي هو الاستيميشن بتاعها تمام وبعد الانتراكشن كان ايه الاوفر استيميشن بتاعهم 2.9% اظن واحد بيعرف قدامي يقول لي بس انا كده هكون واثق في الفي ار بتاعتي ان هي الاوفر بتاع 2.5% ممكن عادي الموضوع ده مثلا لو انا بدي بوم والسكيل بتاع 1
that has 0.95%. I'm going to get about 0.975%. That's what I was going to be. And I have to try to get further into the world. Conclusion of the new versions back in visual reality.
سواء كانت في الاوكيوس او في الاتش سي باي، والموضوع خلاص احنا بدأ اقول لك انا كنت شغال في ريسيرش بروجكت الغلط تقريبا 2.5%، فالموضوع نقدر نعالجه. ثاني حاجه، لو انت شخص ديزاين او دي ار وعرفت الناس مثلا بتركز مثلا في الايجو سنتريك والايجو سنتريك، 70% من الناس بتركز في الايجو سنتريك. لو في الايجو سنتريك احنا قلنا الناس بتفرق اشياء مع بعض، خلاص حط فيوز، حط علامه، حط مثلا حاجات الناس عارفه اساسا، حط له مثلا البيان الستاندرد، فيبقى عارف ان طول الباب ده مثلا 2 متر مثلا 0.1، ويبقى السقف مثلا بتاعي يلا لحد، واحط له مثلا ديسك مثلا ستاندرد، واحط له حاجات ستاندرد، بحيث ان هو يقدر ياخد فعلا البرسبشن اوف سبيس بتاعه صح. الليميتيشنز والتشالنجز زي ما احنا عارفين، زي ما قلت لكم Thank you.